علي معلول مثلا، ان علي حتى الان لم يجدد رغم انه لسه قدامه سنه وشويه، لكن ماشي خلينا الناس محتاجه تعرف ايه اخبار علي معلول. علي كلام معاه بقى له فتره شغال، الدنيا مستقره لغايه دلوقتي، مفيش مشكله خالص، واتوقع في الايام الجايه تبقى الدنيا ايجابيه ان شاء الله. يعني من الممكن ان احنا نشوف علي معلول في الفتره اللي جايه بشكل ايجابي مع النادي الاهلي بالظبط. طيب بالنسبه لجونيور اجاي برضو، لانه جونيور اجاي عايزين الناس عايزه تعرف جونيور اجاي ايه اللي هيحصل، لان احنا سامعين كلام رايح وكلام جاي، وطبعا فرصه ان انت معانا تقول لنا وتقول لكل جمهور النادي الاهلي جونيور اجاي موقفه ايه. جونيور على خير انتظار، النادي الاهلي طبق الكلام اللي الاتحاد المصري قاله وعملنا الكلام ده، الراجل بيحصل على كل مستحقاته بانتظام، موجود معانا في التمرين وكل حاجه. في اشاعات طلعت ان هو اشتكى لفيفا، الكلام ده مش صح، ما حصلش خالص. الكلام كله معاه بشكل لغايه دلوقتي بشكل ودي ورسمي، بس بيننا وبينه مفيش حاجه فيفا خالص، فالراجل مفيش اي مشكله خالص. ده طبيعي على فكره، بالظبط طبيعي جدا ان انت تروح وتيجي مع، يعني انا بتفاوض معاك على حاجه لازم بالزبط. نروح ونيجي شهر ده اسبوع اتنين، ده اللي بيحصل دلوقتي، كل حاجه ماشيه في الطريق ده، فهنشوف نوصل ايه في الاخر. من المنتظر ان ده يحصل امتى؟ لا في خلال برضه ممكن الشهر الجاي الشهر اللي بعده، يعني احنا رايحين جايين مع بعض بنتكلم يعني. الراجل بيتمرن معانا، علاقه كويسه جدا، فيها احترام مع الكابتن سيد ومعايا، مفيش مشكله خالص، فالعلاقه بينا مفيش مشكله فيها يعني. مفيش اي مشكله. طيب كويس جدا ان حضرتك بتقول هذا الكلام لانه كلام مهم جدا. طيب